مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. استهداف الأحياء المدنية بالقصف ليست عمليات فردية أو أخطاء خارج السياسة العامة لميليشيا الإنقلاب التي تسمي نفسها جيشا ولجانا شعبية، بل هي عمليات مقصودة بدليل أن هذه الميليشيا لم تحقق في أي جريمة ارتكبتها، لا على المستوى العسكري ولا على المستوى القضائي. لم يحاسب أي من مقاتليهم على جريمة ارتكبها بحق مدني. امتلأت المشافي والمقابر بالضحايا، ونشرت قضاياهم وقصصهم في وسائل الإعلام، بينما تعمل هذه الميليشيا من خلال وسائل إعلامها على تقديم هذه الجرائم كعمليات عسكرية بطولية تخفي دائما ضحاياها من المدنيين. وبينما تتواطأ أجهزة القضاء المزيفة أمام جرائم كهذه، لكن ذلك لا يسقط عن أي ذي حق حقه. ما تفسير استهداف الأحياء السكنية بقذائف مدافع الهاون وصواريخ الكاتيوشا؟ قوانين الحرب تحرم استخدام القوة لغير أهدافها، وتفرض قيودا لاستخدام القوة بما يتناسب مع الهدف العسكري ودرجة خطورته. ما الهدف العسكري الذي يمكنه أن يبرر قصف الأحياء السكنية والمدارس تحديدا بوجود التلاميذ؟ هل يمكن أن يكون لهذه الأسلحة هدف آخر غير تلاميذ المدرسة؟ الطفلة سارة عبد الحكيم السندي أصيبت بشظايا قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي والمخلوع على مدرستها في تعز. نتابع قصتها التي صورها الزميل أنس الحاج وأعدها للعرض الزميل وديع عطا، ثم نعود. في مسيرتها الانقلابية انتهكت ميليشيا الحوثي والمخلوع القيم والأخلاق، وتجاوزت الخطوط الحمراء، ورغم أن كثيرا من مقاتليها ينتمون إلى قبائل لها أخلاق وأعراف، إلا أنهم داسوا على أخلاقهم بجنازير المدرعات وسودوا وجوههم بكل العيوب. الأحياء السكنية والمدارس التي تحميها الشرائع والأعراف لم تكن بمعزل عن همجية الميليشيا، وكان الأطفال ضحايا في كل الجرائم التي تعرضت لها أحياء المدنيين في تعز، المدينة التي قصفت بأسلحة يحرم استخدامها في المدن. استهدفت الميليشيا كل نافع وجميل في تعز، وأصبحت المدارس سواء في الريف أو في المدينة أهدافا رئيسية، ووجدت الطفولة نفسها هدفا سهلا لأسلحة لا أخلاق لها. احنا خارجين من المدرسة، احنا بتعرض نمشي ما لقيت بي رصاصة قدم اليسرى، سعفونا المستشفى. بلغة الأرقام ولبيان ما اقترفه الانقلابيون بحق العملية التعليمية بشكل عام في تعز، كشف مركز الدراسات والإعلام التربوي في تقرير أصدره في مارس 2016 أن انعدام الأمن في تعز أدى لإغلاق 468 مدرسة وحرمان أكثر من 250 ألف طالب وطالبة من الذهاب إلى المدارس، وكان استمرار الدراسة تحديا كبيرا بالنسبة لأبناء العاصمة الثقافية لليمن، فتحدوا ظروف الحرب والحصار وتلقوا دروسهم في البدرومات والمساجد وفي أي مكان تمكنوا من الدراسة فيه. كنا ندرس بأمان وسلام، لكن الحوثيين دمروا مدارسنا، والآن نحن جينا إلى هنا لكي نتعلم ولكي ندرس حتى في الدرج وفي كل مكان، سنظل ندرس من أجلنا ومن أجل اليمن. ونحن بنتحدى وبندرس بالدرج حتى في أي مكان، حتى تحت الأرض بندرس، وإن شاء الله نبني مستقبل جديد ونرجع إلى مدارسنا. بهذه العزائم وهذا الإصرار تغلبت تعز على مسيرة البغي والجهل، وهي المدينة التي طالما كانت مصدر إشعاع علمي وتنوير. مدرسة زينب بمدينة تعز كانت شاهدا على همجية الميليشيا، إذ كادت إحدى طالباتها تفقد حياتها بعد إصابتها بشظايا مقذوف عشوائي استهدف المدرسة. إحنا في مدرسة زينب نمتحن في نصف السنة، بعدين جاء أول حبة للمدرسة لفوق المدرسة، أما الثانية جاء على طول لجنب إحنا وإحنا داخلين نمتحن، بعدين ما عدرين إيش من وين جايين، جاء لأن أول واحدة جاء وجلس يتفرق وما دخلوا يمتحنوا، أما الثانية جاء على طول جنب البنات والبنات قاعدين بداخلتين وقاعدة فوقي. هنا أمام مدخل المدرسة
جرحت سارة، كانت تراجع الدرس وتستعد لدخول الامتحان، لكن المجرمين حالوا دون ذلك. كانت صديقتي سارة في هذا المكان تمسك كتابها، وفي يوم أتت المضاد الطيران لهنا فأتت الشظايا إلى يدها من هنا، بعدين أجت الشظية لهنا خزقت الكتاب، قطعت لها هذه الأصبع وهذه الأصبع تعورت شوية، وأتت إلى هنا كمان شظية وتعورت بالأمعاء والوريد، وكمان يعني إحنا ما كناش عارفين إنها دخلت لهنا، إحنا نحسبها يده. بعدين سقطت إلى هذا المكان، كانت تصيح انقذونا وإحنا ما عارفين إن هي أتت لهنا، شفنا يدها. بعدين لما الله يحفظه عيسى يعني حقنا راعي الباص أخذه وبعدين ودي للإسعاف. أول كنا جالسين هنا كلنا نلعب، جات أول مضاد طيران عند الخارج فوق المدرسة مش بعيد، إحنا إيش ندخل؟ قال إحنا المدرسة تدخلين، دخلنا جات تحترق وإحنا ما حسينا، بس جاء فوق صاحبتي دخل له من هنا، خرج له من هنا قطع الكتاب قطع الأصبعه. صاحبتي هي سارة كان أعز أصدقائي، كنا واقفات كذا سوا عشان نشوف الخريطة إنها تدخل بالاختبار. بعد كنا كنت أقول هذه الخريطة أشوف الرصاصة، قال هنا قالش ندخل يعني مع الخوف، قال ندخل أشوفه كذا نقى بينا دم مليان، أشوف الأستاذ قام مسكتني وهذا يعني زعل لأن أبوي ما كمان مات بسجد مع المقاومة، بعد كذا كان خوف، كان أعز أصدقائي نحن بالفصل. ما أصاب سارة كان مؤلما ولا يزال لصديقاتها، في النفوس جراح عميقة أعمق من جراح الجسد التي قد تندمل قبل اندمال جراح النفوس. كنت أبكي مرة خوف، تقعله وتقع على نفسه كذا، كان مرة كنا خوف مرة، بعدين إحنا صحنا وخفنا عليه لأن أعز صديقاتنا. بعدين كنا نشتي ناخذها بس الأستاذ كان ما يخلي إن إحنا شناقي ناخذها لأن كانت بإصابة قوية، إحنا صراحة افتقعنا، الله ينتقم بس منه اللي عمل إحنا كذا، لأنه هذا موقف أذت لصاحبتي وكانت قدامي يعني أكيد أنني بخاف من الدم كذا. يعني بكينا خلاص، زعلنا عليه وبكينا لما تعورت، بكينا وصرحنا زرنا المستشفى بس قرر قلنا إن شاء الله بتجي. سرعة إسعاف سارة وحنكة الطبيب المعالج حالة دون خسارتها لحياتها بسبب نزيف داخلي. تعرض لشظايا فأصيبت في بطنه، تضرر الوريد الأيمن المغذي الرئيسي للبطن، وكذلك كان في تمزقات عديدة في الأمعاء وتم قطع التمزقات في الأمعاء وإيصالها، وكذلك تعرضت الشظية في أصبع اليد اليسرى وتم محاولة إرجاع الأصبع، إلى الآن تخضع للرعاية الطبية التمريضية في المستشفى. وأخذها بعض المدرسين إلى المستشفى وتم عمل لها عملية استكشافية، واكتشف الدكتور إن في الأمعاء الدقيقة متمزقة والشرايين، والآن في اليوم الثاني تم عملية أخرى ليدها عملية تجميلية، والآن ما زالت حالتها مستقرة والحمد لله. حاليا تتماثل سارة للشفاء، لكنها قد تحمل بعض معالم الألم الذي أحدثته فيها وحشية الميليشيا، ولن تنسى هي ولا زميلاتها حول ذلك اليوم. هؤلاء أعداء الوطن هم يريدون هدم التعليم بالأول، يستهدفون أماكن التعليم للقضاء على التعليم. أتمنى أن يكون الصراع فيما بينهم بعيدا عن التعليم، عشان نبني وطن لازم التعليم يكون مستمر، أما إذا التعليم انهدم أو كذا فالأمة تنهار. هم أصلا الحويطة هو ذا غرضهم، من شان توقف الطلاب عن التعليم، من شان تخويف الشعب. لكن على العكس تماما، فإن تلك الهمجية رسخت قيم الشجاعة وحب العلم في هذا الجيل الذي كبر على الخوف والهلع. أخاف بس باقي بكون باقي المدرسة أتعلم العلم، مش يعني أني بخاف، مصرة أتعلم. إن شاء الله ربي ينتقم منه، كمان قتل أخي صوب أبي، بس الله ينتقم منه إن شاء الله، ربي بياخذ لنا الثأر منه مهما كان السبب. إيش نقول لهم ربي يا رب ميتهم، إيش نفعل، إيش نتحرر يا مات، إيش نتحرر
إن شاء الله ربي ينصر المقاومة إن شاء الله ويهزم الحوثي. كلمات تلخص الأثر الذي خلفته هذه المسيرة الدموية في جيل لن ينسى أن جماعة الموت لم تكن تبالي ببراءة الأطفال ولا بقدسية محاضن العلم والتعليم. وستبقى سارة وأمثالها ممن طالتهم قذائف العدوان الحوثي شهودا على همجية الميليشيا ووحشيتها وإفلاسها الأخلاقي. المدرسة الواقعة في حي سكني استهدفت في وقت كانت فيه سارة وزميلاتها يتهيئن لدخول الامتحان. المكان المستهدف والزمان الذي تم فيه الاستهداف والإصابة الناتجة عنه، كل هذه العناصر تتضافر لتقول لنا أننا أمام جريمة حرب، جريمة استهداف مدنيين ليسوا طرفا في الحرب ولا يشكلون أي خطر عسكري. ومنطق العدل يقول إنه لا بد من يوم تتحقق فيه العدالة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالمحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام. كونوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي عبر سكايب الناشط الحقوقي توفيق الحميدي مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة إسام. مرحبا بك أستاذ توفيق. مرحبا بك أستاذ عبد الله وبجميع مشاهدي قناة بلقيس ومشاهدي خاصة برنامج لست وحدك. شكرا جزيلا لك. نتابع كل يوم استمرار ميليشيا الحوثي والمخلوع في استهداف الأحياء السكنية بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا. شاهدنا قبل قليل قصة طفلة أصيبت في استهداف مدرستها وهي في الواقع ليست يعني القصة اليتيمة، فقد عرضنا في برنامجنا أكثر من قصة لضحايا قصف أحياء سكنية واستهداف مدنيين سواء في عدن أو مأرب أو تعز. كيف ضمن القانون الدولي حماية السكان المدنيين من أثار الحروب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم وجميع المشاهدين، الحرب كلمة تتكون من ثلاثة أحرف، إلا أنها للأسف الشديد تحمل في طياتها كثير من الألم، كثير من المعاناة، كثير من القتل، كثير من الخراب، ويروح ويذهب ضحيتها بالدرجة الأولى الفئة الأضعف، فئتون هذه المحرقة الكبرى، خاصة من الأطفال والنساء وذوي الإعاقات. ويحاول الإنسان الذي يشعل الحرب أن يتمرد على كافة القيود والاتفاقيات، بل والإنسانية بالدرجة الأولى. صحيح. أخي الكريم، العالم شهد حربين عالميين، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وشهد معها مآسي إنسانية تشيب لها الولدان. ولذلك حاول العالم أن يصل إلى اتفاقية تحاول أن تخفف من هذه المآسي وتوفر نوعا من الحماية للمدنيين بشكل خاص. هنالك اتفاقية على المستوى الدولي من أشهر الاتفاقيات المتعلقة بحماية المدنيين، الاتفاقية الأولى كانت اتفاقية لاهاي، وهذه الاتفاقية أخي الكريم بينت أو نصت على مجموعة من المبادئ التي يجب الالتزام بها وأن يتقيد بها الأطراف. هذه المبادئ نذكرها على سبيل السرعة: تقييد حرمة مهاجمة الأشخاص، أي كان هذا الأشخاص المدني لا يجوز الحفاظ على كرامته، تقييد مهاجمة الأماكن العامة. الأمر الثاني تقييد استخدام السلاح الناري، إذا كان هذا السلاح سيؤدي إلى ضرر كبير وتدمير فظيع ولا ينجو منه إلا هذا، يجب أن يحيد. الأمر الثاني القوة المفرطة للسلاح، يسموها القوة المفرطة. ثم جاءت بعد ذلك اتفاقية جنيف الشهيرة، اتفاقية الأربع، ونصت على مجموعة من المبادئ الأربع. المبدأ الأول كان مبدأ الإنسانية، بمعنى أن جميع الأعمال مهما كانت يجب أن تصب بالدرجة الأولى لصالح الإنسان، بمعنى أن يكون الإنسان هو بالدرجة الأولى، بحيث لو نشبت الحرب وهي خارج أحيانا النطاق يجب أن يكون الإنسان عنصر أساسي من حيث تقليل القتل، تقليل الدمار إلى غير ذلك. الأمر الثاني، المبدأ الثاني اللي نصت عليه الاتفاقية،
كانت اتفاقية الضرورة العسكرية طبعا، وهذه أثير حولها لغط كبير، لأن كثير اليوم للأسف الشديد يتم استخدام هذا المبدأ لتبرير الأفعال التي ترتكب حق المدنيين. الاتفاقية كانت واضحة أنه يجب استخدام الضرورة العسكرية في حالة كسر قوة الخصم وتحقيق هدف عسكري وتجنيب الضحايا قدر الإمكان. الأمر الثاني حماية الأشخاص من الجرحى من إلى غير ذلك، أيضا صيانة حرمة الإنسان، فلا يجوز قتل هذا الإنسان أو انتهاك هذا الإنسان أو تحقير هذا الإنسان أو محاكمة هذا الإنسان حتى محاكمة غير عادلة. ثم بعد ذلك عدم التمييز، وأخيرا الأمن، أي عدم المساس بهذا الشخص مهما كانت. الشريعة الإسلامية أستاذي الكريم جاءت أيضا تصب في هذا الاتفاق، حرمت القاتل، حرمت التدمير، حرمت أيضا الغدر، حتى القتل بالغدر والخيانة إلى غير ذلك. وحماية الممتلكات العامة، وكان نص النبي صلى الله عليه وسلم واضحا في هذا الأمر، لا تقلعوا شجرة، لا تهدموا بيتا إلى غير ذلك. ونص في حديث آخر، لا تجهزن على جريح ولا تتبعن مدبرا ولا يقتل أسير. إذن أستاذ توفيق، لدينا منظومات وليست منظومة واحدة من التشريعات سواء الدينية أو التشريعات الدولية التي تنص على حماية المدنيين وتشدد على إذا جزمنا التعبير أخلاقيات الحروب. ما هي الضمانات التي يمكن بواسطتها الضغط على مثل هكذا ميليشيا للالتزام بهذه المواثيق وهذه الشرائع أيضا الدينية؟ أستاذ الكريم، بالدرجة الأساسية، الدرجة الأولى، الضاغط الأول هو الجانب الضمير وجانب الإنساني. الإنسان خاص الميليشيا تودي والتي تتحلل من القيم والجانب الضمير والجانب الأخلاقي ترتكب، ثم تحاول أن تخلق مبررات. نحن الحرب اليوم في اليمن تحت شعار ديني للأسف الشديد. صحيح. والدين الإسلامي المفروض يكون أكثر الناس التزاميا بأخلاقية هذا الدين. ثم تأتي بالدرجة الثانية هيئة الأمم المتحدة التي أنشئت بالأساس في 1945 من أجل إحلال السلام العالمي وتخفيف معاناة الناس ومنع الحروب التي تنشأ في الكرة الأرضية. وبالتالي هذه الأمم المتحدة عملت منذ ذلك الوقت على إنشاء سلسلة من المعاهدات الدولية من أجل التخفيف، خاصة ما يتعلق بالطرف الأضعف، جانب الطفولة، جانب المرأة إلى غير ذلك. نحن أمام قضية، في قضية الطفولة أمامنا، حتى اتفاقية جنيف أعطت بند خاص للأشخاص الذين تتوفر لهم حماية كبرى في أثناء النزاعات المسلحة ومنهم الطفل. تصور أخي الكريم، هذا يقودنا أستاذ للحديث عن حق الحماية الدولية. هل لك أن تشرح أكثر عن هذا المفهوم؟ سأشرح، لكن أريد أن أبين أنه في هذا الأمر، حتى ولذلك الأمم المتحدة أصبحت ملزمة وأنشأت مجموعة من الاتفاقيات لهذا الضرر. ثم جاءت أخيرا اتفاقية روما. اتفاقية روما أخي الكريم واضحة بوجوب محاربة محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون أفعال إجرامية جسيمة بموجب الاتفاقية الدولية، ومنها الحرب ضد الإنسانية التي تشمل بالدرجة الأولى عدم الالتزام باتفاقية جنيف، منها القتل، منها الضرب العشوائي للمدن، منها حصار المدن. وبالتالي نحن في اليمن أمام تستطيع أن تقول سلسلة من الجرائم الدولية التي يجب المجتمع الدولي أن يضغط في اتجاه تقديم مرتكبيها إلى القضاء الدولي. القضاء الدولي لو كان جاد، أنا أعتقد ستقف كثير من معاناة اليمنيين. في سراييف ورأينا كثير من مجرمي الحرب ذهبوا إلى المحكمة الدولية في أوغندا، في الآن في المغرب سابقا، الآن موجود على مستوى لكن يبدو أن الجهود الدولية منصبة حاليا نحو تسوية سياسية ما، يتخوف الكثير من أن هذه التسوية قد تهدر الحقوق الخاصة بهؤلاء الضحايا المدنيين. الأمم المتحدة بشكل عام والمنظمات الدولية بشكل خاص لا تعترف بأي تسوية سياسية، لأن قضايا الحروب والجرائم التي ترتكب لا تسقط بالتقادم. محكمة العدل الدولية مفتوحة بابها، محكمة الهاي مفتوحة بابها، القضاء الخاص في مجموعة من الدول الأوروبية التي تسمح قوانينها بمحاكمة مجرمي الحرب مفتوحة الباب. يجب أن تتوفر إرادة سياسية حقيقية، ويجب أن تتوفر إرادة أيضا مدنية من المنظمة الحقوقية والناشطين الحقوقيين بألا يفلت المجرمون من العقاب. وبالتالي هل يستطيع الأفراد هل يستطيع الأفراد نعم. رفع مكان
نعم، هناك مكاتب وشركات متخصصة في محاكمة مجرمي الحرب موجودة في بريطانيا، موجودة في ألمانيا. رأينا كثير من الدعاوي التي رفعت ضد مرتكبي الحرب في غزة من يعني أركان الحرب، أركان جيش العدو الإسرائيلي. رأينا في فرنسا رفعت دعاوى ضد وزير الداخلية المصري. رأينا إلى اليوم بعض المسؤولين لا يستطيعون دخول الدول الأوروبية، بمعنى لا يسقط حق وراءه مطالب. وبالتالي هذا الأمر يجب، إذا سقطت سياسيا يجب أن لا يسقط أخلاقيا ولا يسقط قانونيا. الأمر الذي أشرت إليه في قضية واجب الحماية المدنية، أنا أعتقد أنه القوانين الاتفاقية الدولية نصت بكل وضوح، وخاصة الفئات التي يجب حمايتها بالدرجة الأساسية، وأعطت الطفولة الحق بالدرجة الأولى، وألزمت ميثاق الأمم المتحدة في حالة الضرورة أن تتدخل بقوة حفظ السلام لحماية هؤلاء المدنيين. وبالتالي يجب حتى في حالة الحرب ألا يحرم الطفل من التعليم، ويجب أن توفر له ممرات آمنة، ويجب أن يكون هنالك مناطق حيادية يجب أن يتفق عليها الأطراف تجنب ويلات القصف، أيضا المستشفيات، الأمهات الحوامل إلى غير ذلك. أمامنا منظومة إنسانية متكاملة. أخي الكريم، ما يحدث في اليمن هو للأسف الشديد أنا أستطيع أن أقول هو سقوط أخلاقي بالدرجة الأولى. هناك انتكاء في هذه المنظومة، يعني مؤخرا سمعنا أن هناك مطالبات أوروبية فقط بنقل حيوانات حديقة حيوانات تعز إلى جيبوتي، مع يعني شديد ألمنا لما تعرضت له كل الكائنات، لكن البشر أولى يعني بمثل هذا الاهتمام. نعم للأسف الشديد، وهذا يعطيك كما ذكرت أخي الانتقائية، وأيضا أنا أستطيع على كل من يهون يسهل الهوان عليه. نحن لم نضغط بقوة في قصور سياسي في هذا الجانب. الأصل الملف الحقوقي في الكويت يكون هو المدخل الأساسي. لا حوار حقيقي بدون إطلاق معتقلين، لا حوار حقيقي بدون وقف القصف عن المدنيين صاحب الأسلحة. وبالتالي الملف الحقوقي هو الركيزة. أنا أعتقد أن الناس ربما يتمردون عن أي حل سياسي إذا لم يكن هنالك حل حقوقي منصف لهؤلاء الناس الذين يدمر بيوتهم، يقتل أطفالهم، يحرموا من التعليم، يحرمون من الطعام. نحن أمام منظومة حقوقية للأسف الشديد أهملت حتى في المفاوضات السياسية، لا ندري لماذا. أنا أدعو الحكومة اليمنية من على هذا المنبر أن تجعل الملف الحقوقي ذو أولوية، ليس لا أمر متعلق بالمعتقلين السياسيين، بل بكل المعتقلين الذين يصلون إلى 8000، إضافة إلى وقف الهجمات على كافة المدن اليمنية. ليس لتعز فقط، على كافة المدن اليمنية، لينعم اليمنيون بقليل من الأمن، بقليل من الطمأنينة، بقليل من الاستقرار. ونحن نضم أصواتنا إلى صوتك أيضا، المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي، مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام، كنت معنا عبر سكايب من مدينة فيينا، شكرا جزيلا لك. لم يعد بإمكان الدول حجب الحقيقة فضلا عن قدرة ميليشيا وإن كانت تستخدم إمكانات دولة. وسائل الاتصال وتقنيات العصر الحديث تساعد العالم اليوم على كشف الحقيقة وتوثيقها، وستساعده أيضا على الانتصاف للضحايا. ولا بد أن يشهد التاريخ عدالة تنتصف للضحايا من ميليشيا قاتلت متجردة من أخلاق الحروب. مشاهدينا الكرام، قبل أن نودعكم نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك. كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. سارة عبد الحكيم، تم الرصد، في أمان الله.